نتفرد يؤخذ عنا، والسبق شعار تفوقنا. نجعل البعيد قريبا والقريب أكثر قربا. نضيء دهاليز السياسة المعتمة ونعري مؤامراتها المحكمة. أخبارنا تأتيكم من فوهة الأزمة ومن فوق سعير النار. نرفع عن سر الأحداث القوسين ونجيب كيف ولماذا. في صمتنا خسارة وفي صوتنا جسارة. نجتث الفساد قبل أن يبدأ ونفضح السارق قبل أن يهنأ. الشرقية نيوز، أول من يعلم وآخر من يسكت. العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. صباح الليلة من الشرقية نيوز، نحييكم ونتولى على تقديمه من لندن. أنا سعيد شبيه وزميلتي شيرين درويش. مساء الخير سعيد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحصاد، بدايته مع أبرز العناوين. القوات العراقية تستعيد السيطرة على المجمع الحكومي وسط الرمادي، آخر معقل لتنظيم داعش بعد انسحابها منه قبل أشهر. بعد إحكام سيطرة القوات العراقية على الرمادي، من القادم، الفلوجة أم أعالي الأنبار؟ من يقصد رئيس الوزراء في تصريحاته؟ حيدر العبادي جهات
تحاول إفشال العملية السياسية عبر مطالب غير واقعية مستغلة الأزمات التي يشهدها العراق. وفي الحصاد عزة شابندر، عام من الرسائل غير المعلنة بينه وبين رؤساء السلطات في العراق حول الحشد والفساد وظافر العاني، إدارات المحافظات السنية بعد تحرير الرمادي. اشتباكات بين الحشد وشرطة طوز إثر اختطاف نازحين من العرب والتركمان، وتفكيك محاولات الكهرباء في بيجي مستمر. رئيس التشيكي يدعو الشباب من سوريا والعراق إلى حمل السلاح ضد تنظيم داعش بدلا من الهجرة إلى أوروبا. مساء الخير، ونبدأ من الوضع من الأنبار، حيث ساعدت القوات العراقية ممثلة بجهاز مكافحة الإرهاب والجيش وأبناء العشائر السعادة السيطرة على المجمع الحكومي وسط الرمادي، وهو آخر معقل لتنظيم داعش في المدينة. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب أن السيطرة على مجمع المباني الحكومية يعني حسم المعركة بعد انسحاب جميع مسلحي التنظيم إلى خارج المربع الحكومي، وأن الخطوة المقبلة هي تطهير جيوب داعش التي قد تكون موجودة في أحياء متفرقة من الرمادي. وشرعت القوات العراقية بتفتيش المباني المحيطة بالمجمع الحكومي، وعمدت أيضا إلى تطهيرها من المفخخات والعبوات الناسفة بعد ورود معلومات عن تفخيخ مباني حكومية بأكملها. هذا ولم تعلن الحكومة العراقية بشكل رسمي استعادة الرمادي بالكامل من تنظيم داعش، في وقت قالت مصادر عسكرية إن إعلان التحرير سيكون دخول آخر مكان في المجمع الحكومي ورفع العلم العراقي فوقه. وأكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي أن التصميم الجغرافي للرمادي يعتمد على تداخل الأحياء وعدم وجود حدود، ما يؤخر إعلان ساعة الحسم للمعركة. أيام قلائل إن شاء الله ونعلن بأنه المدينة تم تطهيرها من داعش وآثار داعش وتواجد داعش. المدينة تدرون هي عبارة عن أحياء، ولكن هذه الأحياء متداخلة. يعني إحنا عندما تواجدنا في الضباط الثانية كان إنه تأثير على الضباط الأولى، وكان إنه تأثير على البكر، وكان إنه تأثير بنفس الوقت على الجزء الجنوبي من الحوز. اليوم من نتواجد بالحوز أيضا إنه تأثير على بقية الأحياء، العادل، الأندلس، حي الشرطة وغيرها من المسميات اللي أضمها المدينة. ما تركوا داعش مبنى أو مؤسسة أو بيت أو شارع أو فرع أو أي من المسميات الموجودة داخل المدينة إلا وفخخت وزرعوا بها العبوات. في غضون ذلك، كشفت مصادر في قضاء الخالدية أن مسلحي داعش أجبروا العائلات الأنبارية التي تسكن في محيط المجمع الحكومي، أجبرتها على مرافقة مقاتليهم الذين فروا باتجاه مناطق سجارية وصوفية وجويبة لاتخاذهم دروعا بشرية. وفي تطور أمني آخر، قالت مصادر أمنية إن القوات العراقية وتنظيم داعش تبادلا القصف بقذائف الهاون وصواريخ في منطقة النعيمية الواقعة على مسافة 500 كيلومتر أو 5 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة الفلوجة. وتكمن أهمية عيمية في كونها تعد منفذا للسيطرة على جنوب الفلوجة في حال استعادتها من قبل القوات الأمنية. ونقلت رويترز عن مصادر عسكرية قولها إن نحو 120 أسرة أنقذت من منطقة القتال في الرمادي بعد توفير ممرات آمنة لخروجهم، ونقلوا إلى معسكر قرب الحبانية شمال الرمادي.
من المفترض مشاهدينا أن يكون معنا السيد فالح العيساوي نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار للإدلاء بتصريحات طبعا للمرة الأولى منذ بدأ العملية، ونحن نحاول الاتصال به باعتباره أعلى مسؤول محلي متواجد حاليا في الأنبار. نعم، الحصاد مستمر وفيه بعد قليل. اشتباكات بين الحشد وشرطة طوز إثر اختطاف نازحين من العرب والتركمان، وتفكيك محاولات الكهرباء في بيجي مستمر. من يقصد رئيس الوزراء في تصريحاته؟ حيدر العبادي، جهات تحاول إفشال العملية السياسية عبر مطالب غير واقعية مستغلة الأزمات التي يشهدها العراق. ونبقى في المشهد الأمني، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي والشرطة المحلية في قضاء طوز-خرماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين إثر اتهامات بشأن قيام الحشد باختطاف نازحين عرب وتركمان من القضاء. وذكرت مصادر محلية في طوز أن قوات الشرطة المحلية طوقت قوة من الحشد الشعبي بعد وصول معلومات إليها حول قيام هذه المجموعة باختطاف نازح عربي من سليمان بيك في سوق طوز وسط المدينة، تبعه اختطاف تركماني نازح أيضا في حي الجمهورية. وقالت المصادر إن الحشد رفض تسليم المختطفين إلى الشرطة، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين الجانبين أسفرت واستمرت لنحو نصف ساعة دون أن تسفر عن أضرار بشرية. وذكرت المصادر أن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار أيضا باتجاه عنصر في الباشميرغا خلال إجازته وسط طوز وأردوه قتيلا في الحال. في غضون ذلك، شن تنظيم داعش هجوما على مناطق تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية في ناحية وانكي التابعة لقضاء تالكيف شمالية نينوى. وذكرت مصادر كردية أن عناصر التنظيم عبروا نهر دجلة بزوارق لمهاجمة قوات البشمركة قبل أن يتم قصفهم من قبل طائرات التحالف الدولي، ما أدى إلى مقتل جميع عناصر التنظيم. وأضافت المصادر أن عناصر داعش حاولوا التسلل إلى قرية زرانوكا الواقعة على سفح جبل بعشيقة عبر عجلتين مفخختين، لكن قوات البشمركة استطاعت صدهم ودمرت العجلتين. سقطت قذائف كاتيوشا على حي الزهور وسط تكريت مركز محافظة صلاح الدين، ما أدى لوقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية. وقالت مصادر أمنية إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا أطلقت من الجهة الغربية للمدينة وسقطت في حي الزهور، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمحال التجارية. وتشير المصادر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم قصف تكريت فيها منذ تحريرها في نيسان أبريل الماضي. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. وللحديث عن التطورات في الرمادي والأنبار بشكل عام ينضم معنا عبر الهاتف السيد أركان الطرموز عضو مجلس محافظة الأنبار. سيد أركان، أهلا بك، ما هي آخر التطورات من عندكم لو سمحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة. التطورات الآن في الأنبار، الآن المجمع الحكومي الذي يضم مبنى محافظة الأنبار ومجلس المحافظة وقيادة شرطة الأنبار الآن أصبح بيد القوات الأمنية وعلى رأسها جهاز مكافحة الإرهاب. الآن القوات الأمنية في مركز مدينة الرمادي وتتقدم باتجاه الأحياء الشرقية. اليوم الأحياء الجنوبية والأحياء الغربية قد أصبحت بيد القوات الأمنية، والآن قوات الأمنية تتقدم باتجاه الأحياء الشرقية باتجاه مناطق الشركة وكذلك الحي الصناعي وكذلك حي المخابرات. والآن أطبقت الطوق على هذه الأحياء، بقت فقط خمسة أحياء من الرمادي من مركز مدينة الرمادي لم تحرر، والآن
القوات الأمنية متجهة باتجاه منطقة شرق الرمادي وخاصة المناطق الصوفية والتجارية التي أيضا تحاصرها قوات الرد السريع وكذلك قوات الشرطة الاتحادية بالإضافة إلى قوات المتجحفلة معها من قوات الحشد الشعبي من أبناء العشائر. الآن انهيار كامل للدواعش في مركز مدينة الرمادي، والآن بدأوا يتركون كل مستلزماتهم، والآن قد أخذوا عوائلهم إلى تلك المناطق ويبحثون عن منطقة للهروب من شدة الضربات التي يتلقوها من القوات الأمنية، بالإضافة إلى الغطاء الجوي الكبير الذي تؤمنه القوة الجوية العراقية وكذلك قوات التحالف الدولي وبقيادة الجهود اللي يقودها المستشارين الأمريكان. نعم، طيب ماذا عن منطقة الحوز والتي فيها مركز المحافظة؟ هل تم السيطرة عليها تحديدا؟ أيضا كيف هي الأوضاع في المناطق المجاورة لها؟ نعم سيدتي، منطقة الحوض أصبحت شبه مؤمنة الآن، توجد بعض الجيوب البسيطة من القناصة الذي يعيخ الآن قواتنا هي فقط موضوع التفخيخ للدوائر وللبيوت وللشوارع. الأخوان والقيادين في جهاز مكافحة الأرهاب يتعاملون بمهنية عالية مع هذه العقبات اللي خلفها تنظيم داعش الأرهابي، لكن الساعات القادمة ستحمل بشائر كبيرة أمام الانهيار الكبير وأمام المعنويات التي هبطت إلى أدنى مستوى أمام قوات تنظيم داعش الأرهابي اللي أصبح الآن في عداد المحسومين. اليوم ليس أمامهم سوى أن يلقون مصيرهم المحتوم على يد القوات الأمنية أو الهرب أمام القوات الأمنية، لكن حتى الهرب الآن لا يستطيعون الهرب لكون الآن مدينة الرمادي قد حوصرت بالكامل وليس هناك أي منفذ للهرب. الآن القوات الأمنية تتعامل بمهنية عائلة مع العوائل المحتجزة من قبل هذا التنظيم، وقد تم تأمين ممرات آمنة لهم من خلال المنطقة الجنوبية من خلال القاطع الشرقي باتجاه تلة مشيهد، والآن أغلب هذه العوائل التي كانت محتجزة والتي أخرت عمليات الحسم الآن قوات جهاز مكافحة الإرهاب قد أممت الخروج الآن لتلك تلك العوائل التي كان يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي كدروع بشرية. هذه الجيوب من المقاومة لا تشكل نسبة كبيرة، لكن التعامل المهني من قبل القيادات الأمنية وخاصة جهاز مكافحة الإرهاب في بعض الأحيان لا الآن هدفهم المحافظة على القدر الأكبر من البنى التحتية ومن البنايات ومن بيوت المواطنين، ولا تتعرض المدينة إلى دمار أكثر من الدمار. طيب سيد أركان، سنعود بك بعد قليل إلى موضوع البنى التحتية وإعادة تأهيل الرمادي تحديدا، ولكن لو تكلمنا بشكل عملي أكثر وطبيعي على الأرض، نسبة سيطرة القوات الأمنية على الرمادي حاليا، وهل يمكننا الحديث عن أماكن تواجد تنظيم داعش الإرهابي في هذه اللحظات في هذه المدينة تحديدا؟ سيد أركان هل تسمعني؟ العفو إذا أمكن. طيب كنا قد سألناك فيما تكلمنا بشكل عملي أكثر عن نسبة سيطرة القوات الأمنية على الرمادي، وهل يمكننا الحديث عن أماكن تواجد تنظيم داعش الإرهابي في هذه اللحظات؟ نعم سيدي، الآن مدينة الرمادي جميعها محررة ما عدا خمسة أحياء لم تحرر. خمسة أحياء من مركز مدينة الرمادي الآن بقت الآن أمام القوات الأمنية، تحتاج إلى بعض الوقت لتحرير تلك الخمسة أحياء، لكن مركز مدينة الرمادي وأؤكد لك أصبح بيد قوات جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك القوات الأمنية المتجحفلة معها من القطاعات الأخرى. سأعود بك من جديد إلى موضوع البنى التحتية وجاهزية المدينة لاستقبال أبنائها حتى لا نكرر سيناريو المناطق المحررة في صلاح الدين. ما هي المدة الزمنية المتوقعة لإنشاء البنى التحتية، المدارس، الخدمات، الكهرباء وما إلى ذلك؟
نعم سيدتي، تحرضت مدينة الرمادي من خلال صمودها على مدى سنة ونصف قبل سقوطها في شهر الخامس في عام 2015 إلى ضرر كبير. هذه المدينة صمدت وقاتلت على مدى تلك الأيام، وخلال تلك الفترة قد أصاب البنى التحتية ضررا كبيرا نتيجة العمليات العسكرية، وخاصة بيوت المواطنين وكذلك البنى التحتية من مشاريع الماء والكهرباء. لكن بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في شهر الخامس على تلك المدينة، قد حجز بالكامل على أغلب البنى التحتية في المدينة، والآن المركز مدينة الرمادي فقط الأحياء الغربية التي تشمل حي التنيم والخمسة كيلو وكذلك القادسية الأولى والقادسية الثانية، فقط تلك المناطق كان الضرر بها نسبي أو جزئي، لكن مركز مدينة الرمادي نسبة الضرر فيها تتجاوز في البنى التحتية وكذلك بيوت المواطنين أكثر من 70%. ولدينا إحصائيات كبيرة من ناحية الجسور، أغلب جسور مدينة الرمادي مقطعة بالكامل والآن تحتاج إلى وقف. الآن سيد محافظ الأنبار قد شكل المقر المسيطر اللي يشمل محافظة الأنبار وكذلك جميع الوزارات الأخرى الساندة من أجل إعداد الخطط اللازمة، والآن توجد خطة خلال 3 أشهر يتم إحاضة الجزء اللي يساهم في تأهيل المدينة. نعم شكرا لك سيد أركان طرموز عضو مجلس محافظة الأنبار على هذا التوضيح، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. الحصاد مستمر وفيه بعد قليل. القوات العراقية تستعيد السيطرة على المجمع الحكومي وسط الرمادي آخر معقل لتنظيم داعش بعد انسحابها منه قبل أشهر. رئيس تشيك يدعو الشباب من سوريا والعراق إلى حمل السلاح ضد تنظيم داعش بدلا من الهجرة إلى أوروبا. وفي الحصاد عزت شبندر، عام من الرسائل غير المعلنة بينه وبين رؤساء السلطات في العراق حول الحشد والفساد وظافر العاني إدارات المحافظات السنية بعد تحرير الرمادي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إثارة قضية وجود قوات تركية شمالية العراق في الوقت الحالي يعود لدخول دول وقوى خارجية على خط الأزمة في المنطقة. أردوغان وجه خلال كلمة له قبل سفره إلى السعودية وجه سؤالا إلى الحكومة المركزية في بغداد، قال فيه: ماذا يفعل الروس اليوم في العراق؟ وهل موسكو هي من طالبت بإخراج القوات التركية من معسكر بعشيقة؟ الآن فإن في مخيم بعشيقة هنالك أهداف لهذه القوى والدول. قبل عام ونصف كان الوضع مخالفا لما كان عليه، وكان أفراد من قواتنا المسلحة يقومون بتدريب القوى الموجودة في تلك المنطقة، ولكن وبوصول قوى أخرى إلى تلك المنطقة الآن يقولون ماذا يفعل القوات المسلحة والمدربون من الجمهورية التركية، يحاولون إخراج قواتنا من ذلك المعسكر وذلك المخيم. الآن أسأل الجميع ماذا يفعل روسيا في العراق وفي سوريا؟ أتعلمون الجواب؟ يقول بأن إذا ما تم دعوتنا من قبل أي نظام في تلك الدولة فإننا مجبورون لتلبية تلك الدعوة. والآن أقول للجميع بأن نظاما قام بقتل أكثر من 400,000 ضحية ومواطن من شعبه، لا يمكن الوقوف إلى جانب هذا النظام. إنكم تساعدون هذا النظام بقتل مواطنيه الأبرياء، وهنالك
خطط ومشاريع مستقبلية لكم في سوريا، لذلك قمتم بالذهاب إلى سوريا، والآن نفس هذا المخطط يقومون بتطبيقه في العراق. هنالك دولة الإيران تقوم ب أساليب التفرقة الدينية والمذهبية في العراق. وليس ببعيد عن هذا السياق، إذ اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إيران بتبني سياسات طائفية في العراق وسوريا من خلال نشر التفرقة الطائفية بين أبناء البلدين. هناك مخططات مستقبلية لبعض الدول في سوريا، قمتم بالذهاب إلى سوريا وبتدمير هذا البلد، والآن هذا المخطط نفسه تقوم هذه الدول بتطبيقه في العراق. إيران تقوم من جانبها بأساليب التفرقة الدينية والمذهبية في العراق، ولو لم تقف إيران خلف الأسد لأسباب طائفية لما كنا نناقش اليوم ربما قضية مثل سوريا. من جانب آخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان البرزاني في أنقرة، أكد أن تركيا ستتعاون مع إقليم كردستان في جميع المجالات. وبحسب بيان لحكومة الإقليم، أكد أردوغان أن إقليم كردستان والعراق محل اهتمام بالنسبة لتركيا، مجددا دعم بلاده الكامل لحكومة الإقليم في الحرب ضد داعش. من جانبه، شدد البرزاني على أهمية تعزيز العلاقات بين أربيل وأنقرة، واتفق الجانبان على استمرار اللقاءات والمباحثات من أجل وضع أفضل صيغة لمواجهة المسألة واستتباب الأمن في المنطقة بشكل عام. من جهتها، أكدت مصادر كردية أن المباحثات شملت سبل تصدير الغاز الطبيعي من إقليم كردستان إلى تركيا، وكذلك التباحث بشأن معبر إبراهيم الخليل الحدودي الذي يغلق غالبا بسبب العمليات العسكرية الجارية في الجانب التركي. وفي حصادنا ولكن بعد قليل، القوات العراقية تستعيد السيطرة على المجمع الحكومي وسط الرمادي، آخر معقل لتنظيم داعش بعد انسحابها منه قبل أشهر. من يقصد رئيس الوزراء في تصريحاته؟ حيدر العبادي جهة تحاول إفشال العملية السياسية عبر مطالب غير واقعية مستغلة الأزمات التي يشهدها العراق. وفي الحصاد، عزة الشبندر عام من الرسائل غير المعلنة بينه وبين رؤساء السلطات في العراق حول الحشد والفساد وظافر العاني إدارات المحافظات السنية بعد تحرير الرمادي. في النشاط الوزاري، حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من محاولة جهات لم يسمها بإفشال العملية السياسية عبر مطالب غير واقعية مستغلة الأزمات التي يشهدها العراق. العبادي دعا أيضا في كلمة له المواطن العراقي إلى الصبر في هذه المرحلة بسبب الأزمة المالية، وقال أيضا إن العراق يمر بتحديات عديدة متمثلة بداعش وبانخفاض أسعار النفط. إحنا الآن نأسس الاقتصاد أقوى بكثير، بس يكون نصبر، يجب أن نصبر، يجب أن نتحمل. يعني مو عمل طوعي، إذا نحكي عن عمل طوعي بلا مقابل، هاليوم مطلوب من عندنا أن نصبر. لما البلد ما بفلوس منين نجيب؟ أنت تطلب أعطيك زيادة، بعضهم للاسف بده يطلب زياده اليوم، عنده استحقاقات او مطالب قبل 10 سنين هسه ذكرها، هسه بهالوقت بده يتذكرها، بده يتظاهر يطالبنا ان نعطيها اياه. طيب انت وين كنت قبل 10 سنين؟ صح عندك ربما مطلب مشروع، بس يكون تقدر وضع البلد في الوقت الحاضر. صح. انا اعرف البعض اللي بده يفشلنا، البعض بالعكس يستغل الازمه اللي انت بيها حتى يفرض عليك حتى يفشلك، يدري انت ازمه، يدري ما تقدر، ومع ذلك يطالبك حتى يثبت انه انت فشلت، بل هو اللي يفشلك. كما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى محاربه الفساد بعوامل عده، منها العقوبه الرادعه والرقابه من اجل منع حدوثه وفضح الفاسدين وتكوين ثقافه بان الفاسد منبوذ في المجتمع. غالبا العمل الغير منظم والفوضوي يسمح مجال لآخرين أصحاب مصالح أن يخترقوا.
إن هنا الخطورة بصراحة. الخطورة أن تدخل بالمصالح الذاتية والمصالح الفردية من أجل الاستفادة منها المرة، يستغل هذا الموقع حتى يمشي أمور أخرى، قد يشجع الفساد أو يقدم مصلحة على مصلحة أخرى، مصلحة ذاتية إلى هنا. شلون نضمنها؟ أي يحتاج إلى رقابة. غالبا عندنا رقابة ضعيفة في هذا الجانب، ولهذا أنا أدعو إلى الرقابة. أنا أدعو بصراحة إلى محاربة الفساد بعدة عوامل أو عدة وسائل كلها نحتاجها. واحدة منها العقوبة اللي هو السجن وغيره، هذا مطلوب. بس أكو أمور رادعة قبل ما نوصل لعقوبة السجن، رادعة أن تمنع أصلاً أن يقع في الفساد. جزء من الردع هو الرقابة، أن يراقب وينبه. بعض الأحيان الإنسان، مو كل إنسان هو بالأصل يكون فاسد، قطعاً يبدأ بخطوات الفساد بعدين يصير فاسد محترف. قبل ما يصير فاسد محترف يكون وقفة بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. جزء من الوقفة أن الرقابة نقول له هذا غلط، نسوي عليه الضغط بالمجتمع بالمنطقة بالدائرة أنه ينبه يتراجع، لأنه لما يقوم بالخطوة الأولى وما حد ينبه راح يسوي الخطوة الثانية والثالثة وبعدين يشجع يصير فاسد محترف. هذا يكون المنع ويكون نقب وجهه، يكون نفضح الفاسدين. الآن الفاسدين ربما لا يخشون من الفضح بصراحة، يحتاج أن نكون رأي عام عندنا ورأي مجتمعي أنه العائلة ما تفتخر بواحد. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. وينضم معنا عبر الأقمار الصناعية السياسي العراقي وأحد القيادات الشيعية البارزة منذ عام 2003 السيد عزت شابندر. سيد عزت أهلا بك. قبل أن نبدأ بالمشهد السياسي لعام 2015 وبالعديد من الرسائل التي بعثتها للعديد من رؤساء الوزراء السابق والحالي السيد نوري المالكي والسيد حيدر العبادي، اسمح لي أن نبدأ عمليا من الأنبار تحديدا بوصفه الملف الأبرز سياسيا وأيضا أمنيا. اليوم القوات العراقية استعادت الرمادي وتعمل على استعادة الأنبار بشكل عام، ولكن السؤال المطروح من يخفف ألام النازحين؟ السؤال المطروح هو بشكل قوي عملية التعويض وتخفيف هذه المعاناة الطويلة التي ابتدأت كما تعلم منذ فترة طويلة وهي لازالت مستمرة، وماذا بعد؟ شكرا لك. بس أعترض على قيادي شيعي، أني إن صح قيادي هم عندي عليها اعتراض، فأني رجل عراقي أعمل من أجل بلدي العراق بغض النظر عن سنته أو شيعته أو عربه أو كرده. أيضا ملف النازحين ملف شائك ومهم جدا، في تبعات إنسانية قد تتطور لتكون تبعات سياسية تتعلق تنال وتمس أمن الدولة، تنال وتمس وحدة العراق. ولذلك على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤولية ذلك، لأنه في تقديري أن دخول داعش إلى منطقة إلى محافظة الرمادي فضلا عن الموصل وصلاح الدين إنما كان تقصيرا حكوميا. طبعا لا تنفرد الحكومة العراقية بهذا التقصير، وإنما البيئة أيضا الحاضنة التي ساعدت داعش وأمثال داعش على اختراقها بسهولة ويسر أيضا كانت عاملا مساعدا. وحينما أقول الحكومة العراقية لا أقصد رئيس الحكومة ولا أقصد شيعة الحكم، أقصد كل من تبوأ منصبا قياديا وزاريا أو غيره في هذه الحكومة يتحمل هذه المسؤولية. ومن غير الصحيح أبدا ولا من الإنصاف ولا من العدل أن يحمل سنة الحكم مسؤولية تعويض هؤلاء ضحايا هذا الاحتلال الغاشم، يحملونها للطرف الثاني من أركان الحكم، هي مسؤولية وطنية. فلا يبيعون وطنيات الآن إبراس بيئتهم
الانتخابية ولا يبرزون كمحامين عن هذه البيئة في الوقت الذي هم شركاء حقيقيين في إدارة الأمن في العراق وفي تسهيل هذه الثغرة لدخول داعش إلى الموصل والرمادي وصلاح الدين. نعم. طيب سأنتقل إلى تفاصيل أكثر بعيدا عن أوضاع النازحين ومن يتحمل هذه المسؤولية، ما حصل في الرمادي وعملية الرمادي، هل ترى أن هناك خلاف داخل المنظومة السياسية في العراق ينعكس على الوضع؟ وإن كان كذلك ما حقيقة هذا الخلاف؟ نعم، الخلاف داخل منظومة الحكم قائم، وللأسف محور الخلاف ليس المواطن سواء كان سنيا أو شيعيا، محور الخلاف هو الاستيلاء على المزيد من مراكز السلطة، هو الاستحواذ على المزيد من المنافع، هذا هو مركز الخلاف بين أركان السلطة، ولا أميز بينهم، لا أزكي أحد ولا أتهم أحد، كلهم ليسوا شركاء في إدارة حكم، هم شركاء في تقاسم السلطة، وحينما يتحالفون مع بعض فعلى سرقة الناس، وحينما يختلفون فلنفس السبب أيضا. والحل الحقيقي لهؤلاء أن تتبدل ثقافتهم في بناء الدولة، واللي صعب هذا يصير في الحقيقة. النظام السياسي بشكله ومضمونه الذي إذا أراد أن يتغير فيعيد انتشاره فقط ولا يغير، هذا النظام لا يمكن أن يكون أداة حل لما نحن فيه. تحدثت قبل قليل عن تبعات سياسية، هل تربط هذه التبعات بعملية الاستحواذ التي ذكرتها قبل قليل؟ وعندما تحدثت عن هناك من يبيع وطنيات، من قصدت تحديدا خلف هذا الموضوع؟ الآن هناك من يقف محامي دفاع عن ضحايا الاحتلال الداعشي لثلاثة محافظات، وهناك أيضا من يزايد على غيره في أنه عامل تحرير لهذه المحافظات، وهناك من يقبل سياسيا تدخلا دوليا معينا ويرفض تدخل آخر. هذا القبول وهذا الرفض، هذه المزايدات أيضا على عملية التحرير، وحينما يشوب عمليات التحرير الكثير من الأخطاء المفتعلة والتي تأتي بعضها بعد سابق إصرار أو عمد، وحينما يشمر عن ساعدة مجموعة من الذين هربوا وتركوا مجتمعهم لقمة سائغة بيد داعش وراحوا يقعدون بأوتيلات عمان وأربيل ودبي، الآن ما لهم حق هم يحشون ويدافعون عن الضحايا، وعلى الضحايا أن يعرفوا هؤلاء جيدا. هناك في الحقيقة شريك اشتراك لا أعفي منه أحد في المسؤولية إزاء ما سيخلفه تحرير الرمادي وحتى صلاح الدين قبلها. صلاح الدين شبه اكتمل تحريرها، ولكن لحد الآن النازحين لم يعود معظمهم إلى ديارهم ولم يعوضوا، ولا توجد هناك خطة واضحة لتعويض هؤلاء. هذه مسؤولية الحكم، ولا يستطيع الحاكمون أن يقولوا أن هناك نزول في أسعار النفط وهناك وضع اقتصادي مرتبك، هذا مو عذر. الضحية ضحيتكم، ضحية إدارة البلاد بهذه الطريقة
لا يمكن أن يجد لكم عذرا في أن يعود إلى دياره وفي أن يعوض عما فقد، لأنه ليس السبب في التسهيل لداعش ولفتح هذه الثغرة الهائلة في جدار الأمن العراقي الداخلي كي نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. يجب أن تعمل الحكومة ما تستطيع وما لا تستطيع لتعويض النازحين وعودتهم إلى ديارهم. كلام مهم سيد عزت، وربما تقصد تصريحات العبادي اليوم. بالمحصلة، هل توجد دولة في العراق اليوم أم لا؟ هل الحكومة قادرة على اتخاذ المسؤولية والقرارات أم لا برأيك؟ والله أحسن سؤال أسمع من حضرتك. والله لا توجد دولة منذ 2003 حتى الآن، ولا توجد ثقافة بناء الدولة، ولا توجد إرادة بناء الدولة. هناك ثقافة تقاسم السلطة فقط، وهناك إرادة تقاسم السلطة فقط، ولذلك ليس لنا دولة. وأنا أصر، يعني أتجنب أن أقول الدولة العراقية، على طول أقول الحكومة، ولازم أقول السلطة، ولازم أقول شركاء السلطة، لأن هذه هي الحقيقة. فشلنا جميعا في بناء الدولة، والسبب هو أولا عدم وجود ثقافة لبناء الدولة، والثاني عدم وجود إرادة، والثالث بناء الدولة لا يملأ جيوبهم. الذي يملأ الجيوب والخزائن هو مشروع تقاسم السلطة، أي المال والمنفعة والنفوذ. كنا ولا زلنا منذ العام 2003 وحتى الآن. طيب سيد عزت، رفضت تسمية القيادي الشيعي في بداية هذا الحوار، هل هذا يعني بأنك تقف مع جهة دون أخرى، أو لديك جملة اعتراضات من خلال أيضا إجاباتك على جملة أسئلة وردت في هذا الحوار؟ أكيد أرفض أن أتسمى قيادي شيعي، لأنه أنا شيعي المذهب، يعني أصلي شيعي، لما أصلي أسبل ما أكتف، بس أنا في السياسة أنا وطني عراقي، أدافع عن السني والشيعي حينما يظلم، ولا أميز بين ابن الأنبار أو الفلوجة وبين ابن الناصرية أو العمارة أو البصرة. ما موجود بثقافتي حقا، ولا موجود في سلوكي، وإن كان أحياناً، وهذه نقطة مهمة أشكرك عليها، حينما أتصدى لمتطرفي والطائفيي أهل بعض أهل السنة، أتهم أني طائفي، وهذا خطأ يرتكبوه هؤلاء الأخوان. حينما أتصدى لبعض الطائفيين والمتطرفين من الأخوة أهل السنة يقولون أنت طائفي شيعي، في حين أنا حينما أتصدى لطائفي الشيعة ما يقولوا لي أنت وطني. هذا مؤسف طبعا. وأتناول أنا على الفيسبوك كثير من المواقف والتصريحات التي تأتي من وسط شيعي أو وسط سني متطرف، واثنينهم أعارضهم وأحاربهم، وأقول أنتوا يا متطرفي الشيعة أنتوا اللي تبررون وجود متطرفي السنة، والعكس صحيح. وصدقني في كثير من الأحيان يبدو لي أن هالطرفين متفاهمين على هذا الدور، لأن واحد يبرر وجود الآخر. يعني إذا ما موجود زيد بن أرقم من الغربية لا يوجد عمرو بن مدري منو في الشرقية، هذولا واحدهم يبرر الآخر، ولذلك هم يتمنون استمرار بعضهم. وهذا ما حصل في الحقيقة، وهذا انعكس على الانتخابات، وانعكس على السياسة، وانعكس على تبوء أهم المناصب أمنية وغير أمنية. نعم. طيب خلال يعني هذا العام
عام كامل 2015 كنت دائما تحاول التواصل مع رؤساء الوزراء ومن قبلهم العبادي ومن قبله مع رؤساء الأحزاب وتحاول أن تقوم بإرسال هذه الرسائل النصية. سؤالي هو لماذا هذه الطريقة؟ هل كنت ترى أي صدى أو رد أو استجابة لهذه الرسائل التي تقوم بإرسالها؟ لا، في حقيقة الحال لا يوجد، لأن كل واحد منهم هو نسيج قائم بذاته غير قابل للتغيير. وأستطيع القول أنه وصلنا إلى لا شيء في الحقيقة. يعني نحن كما يقال، نعم، وصلنا إلى لا شيء في هذا الجهد. كل من يتبوأ المنصب الأول في رئاسة السلطة التنفيذية يشغل باله بنسبة 90% في الدفاع عن هذا المنصب. يعني قبل شوية أسمع من الأخ دكتور حيدر العبادي وهو يفسر بعض المطالبات أو بعض المطالب، يقول يريدون يفشلونه. يعني ما يقول هذا المطلب غلط، يعني ذهنه هو كرئيس وزراء حينما يناقش تلك المطالب لا يحاول أن يثبت أن هذه المطالب غير مشروعة أو غير قابلة للتطبيق أو غير صحيحة، وإنما يقول يريدون يفشلونه، لأن هو هم اليومي أن هناك حالة من حالات التآمر والتصدي من أجل إفشاله كرئيس حكومة. وفعلا خصومة لا يختلفون عنه كثيرا حينما يريدون أن يمسكوا بعض المسائل ويثيروها بالإعلام وغير الإعلام. مو قصدهم المسألة بذاتها، ليس همهم المواطن ظلما أو عدلا، فعلا همهم إفشال هذا الرجل الذي قبل التصدي لهذه المسؤولية. فهذا الدور متبادل، ولذلك لا يمكن أن نتوقع من أطراف همها البقاء في السلطة وهمها الدفاع عن وجودها واستمرار هذا الوجود، لا يمكن أن يتغيروا. لا تنفع رسائل ولا تنفع علاقات على الإطلاق. كل واحد منهم يجي يغلق نفسه بدائرة خاصة جدا هو ينتقيها، العبادي هكذا وقبله السيد المالكي هكذا والأخ الجعفري هكذا، كلهم هؤلاء. وإن كانت تجربة الجعفري أو علاوي لا يمكن أن تقاس لقصر مدتها، ولكن تجربة الأخوين المالكي والعبادي أثبتت ذلك بقوة. وعليه لا أمل في هذا التواصل ولا أمل من هذا التراسل. كل واحد نسيج تاريخي قديم صعب تغييره. طيب، من ضمن الرسائل التي أرسلتها خلال عام 2015 منها ما يتعلق بالوزير ملاس وأيضا الوزير صليوة. صح لي المعلومة إن كانت هذه الرسالة صحيحة، واسمح لي أن أقرأ جزءا منها. الوزير صليوة مسيحي أي بلا عشيرة وليس من أصحاب ذات الشوكة أيضا، والوزير ملاس كردي لا يدافع الكرد عنه. الأول حكمت عليه النزاهة العارية عن أي نزاهة بالسجن لسنتين، والثاني أعفي من منصبه بأمر من سيادتك حتى قبل أن يبت القضاء بأمره ومن دون إنذار أو إخطار بانتهاء إجازته. هل هذه الرسالة صحيحة؟ وهل هذا يعني بضرورة انتقاد لإجراءات السيد حيدر العبادي؟ هل تسمعني السيد عزت؟ سألناك قبل قليل عن رسالة وردت من خلال بعض وسائل الإعلام، سنقرأ جزءا منها. صح لنا إن كانت هذه الرسالة سليمة. الوزير صليوة مسيحي أي بلا عشيرة وليس من أصحاب ذات الشوكة أيضا، والوزير ملاس كردي لا يدافع الكرد عنه. الأول حكمت عليه النزاهة بالسجن سنتين، والثاني أعفي من منصبه بأمر من سيادتك حتى قبل أن يبط القضاء بأمره ومن دون إنذار أو إخطار بانتهاء إجازته. هل هذه الرسالة وردت من جانبكم؟ قرأنا جزء منه وبالحقيقة ما يمكن قراءته. هل هذه الرسالة صحيحة وردت منك شخصيا إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي؟ وهل هذا يعني بالضرورة انتقادات مباشرة لإجراءاته؟
نعم، هذه الرسالة، الجزء من الرسالة هذا صحيحا. والأخ العبادي، ويجب أن نكون منصفين حينما تأتيه رسالة فيها قدر من الجدية يتجاوب. طبعا مو بالضرورة هذا الجواب يرضينا، ولكنه يجيب ويتعامل مع الرسائل اللي فيها قدر من الجدية والمسؤولية، يتعامل بجدية ومسؤولية أيضا. وهذه الرسالة كانت أطول من ذلك، وهي بصدد انتقاد، توجيه انتقاد لسيادته في إدارة عملية محاربة الفساد، وسبقتها رسائل بنفس المضمون. وفعلا وزير ما عنده عشيرة يسجنون سنتين بسرعة، ووزير ما عند، مو الكرد ما يدافعون عن الناس، ومو من حزب يهتم به، تهتم به الأحزاب الأخرى، يقال قبل أن تصدر أحكام قضائية حقيقية ضده. في وحصلت على جواب من الأخ رئيس الوزراء، ولم يكن هذا الجواب دقيقا، يعني أجابني على رسالة طويلة على فقرة واحدة، أن الوزير إملاس متهم بجريمة قتل وفساد مالي. نعم. وأنا أعرف من خلال متابعتي أن جريمة القتل برئ منها، والفساد لم يثبت لحد الآن، خاصة بعد تنازل من اعترف عليه عن اعترافاته أمام القضاء، وهو لم يغب بكيفه، وإنما استشار رئيس الوزراء وقال له إلى أن تخلص قضيتك تفضل وتكون بريء ترجع تداوم. أنا طبعا فهمت أن هذه الرسالة دفاعا عن السيد وزير التجارة، وهي ليست دفاعا عنه إطلاقا، ولا دفاعا عن الأخ الوزير المسيحي، لا، هي دفاع، هي محاولة تحريك شجاعة محاربة الفاسدين. بين يدي الأخ العبادي الآن ملفات عن فاسدين حقيقيين في وزارته، فسادهم يزكم الأنوف، لكن ماكو أي خطوة باتجاه محاربتهم، هو يتردد في محاربتهم. هذه حقيقة أقولها على الملأ. وكل ما سمعته قبل قليل عن إجراءاته في محاربة الفساد، إجراءات ليست حقيقية، كل خطوات الأخ رئيس الوزراء لمحاربة الفساد ارتدت فسادا أكبر، لأنه حينما يستشير الوزير بإقالة الوكيل الذي يريد والمدير العام الذي يريد، صدقني هذا الوزير سوف لن يرسل له اسم وكيل وزير أو مدير عام شريف ونزيه، سيرسل له أسماء الوكلاء والمدراء. نعم. الذين يعيقون فساده. نعم. إذن أنت تعترض على هذه الإجراءات وترفض تسميتها سرقة بالإصلاحات أو إهمالا أو خطأ في الإدارة. نعم. نعم. طيب سيد عزت، ما الفرق بين يعني هذه الرسالة للعبادي وربما رسائل أخرى، والرسائل التي كنت ترسلها للمالكي؟ ونحن نعلم أنك كنت أقرب للمالكي، ولأنه لم يسعفنا الوقت، كيف ترى العراق وإلى أين يسير في 2016؟ في الحقيقة لا يوجد أمل ينقذ الأمة من هذه الغمة كما يقول المتدينون في 2016 إلا رحمة الله عز وجل. بكل صراحة لم أرى أو أسمع عن خطط، ولم أرى أو أسمع عن جديد لدى الأخ رئيس الوزراء أو شركاء بالحكم. لا يوجد أي معلم من معالم الخلاص مما نحن فيه أو حتى التخفيف. هناك مطالبات من الأخ رئيس الوزراء للمجتمع في أن يكونوا شركاء في تحمل المسؤولية، نعم، وهذا مطلب صحيح،
يجب أن يكون الشعب العراقي أيضا شريك في تحمل المسؤولية، ولكن أي خطة لدى الدولة العراقية أو الحكومة العراقية بتعبير أصح لا توجد أي خطة لإنقاذ البلاد مما نحن قادمون إليه. أسعار النفط تدهور واعتمادنا على الديون أو القروض غير كافي، لأنه هو أصلا غير كافي، وأيضا إلى آثار مستقبلية على ارتهان البلاد وثروات البلاد. لا توجد خطط داخلية لا على مستوى الكهرباء وتقنينها، ولا على مستوى الجمارك، ولا على مستوى تشجيع الزراعة، ولا على مستوى تشجيع الصناعة. لا، لم أسمع شيء من ذلك، وعليه حتى الجانب السياسي يتدهور. العلاقات السياسية اليوم بين شركاء تقاسم السلطة علاقات تحكمها المصالح، ما تحكمها مصلحة البلاد، ما تحكمها مصلحة البلاد. ولذلك أنا غير متفائل، لكن متفائل بالله عز وجل كثيرا، يعني أكثر مما أتفائل بهم. أتفائل بالله أنه سوف لن يترك هذا الشعب هكذا، لرحمة هؤلاء ولرحمة الزمن. العراق لا يستحق ما وصل إليه، والشعب العراقي لا يستحق ما وصل إليه إطلاقا. وأنا في تقديري أن معجزة ستحصل في 2016 بعد طول المعاناة لهذا الشعب العظيم والصابر والممتحن طيلة عقود. طيب، انطلاقا من هذا النشاط الوطني، السيد عزت، هل ترسل أي رسالة إلى السيد الصدر، إلى السيد الحكيم، إلى أبو مهدي المهندس عموما بشكل عام؟ ولماذا لم تزر السيد الصدر مجددا؟ السيد الحكيم والسيد الصدر هم مسؤولين سياسيين كبار عن وزراء وعن كتل سياسية شريكة في الحكم، وفعلا هم يفترض أن يسمعوا أو يقرأوا منا رسائل. هناك تواصل مع سماحة السيد الحكيم وإن كان خفيفا، وهناك انقطاع بيننا وبين زعيم التيار الصدري، والسبب يخصهم هم لا يخصنا نحن. ولكني في الحقيقة يعني أرقى وأتجرأ بالنصيحة إلى زعماء الكتل السياسية التي ذكرت والتي لم تذكر أنهم يتركوا المشاركة في الحكم ويذهبوا إلى البرلمان ويعطوا لهذا الرجل فرصة كي يشكل حكومة يكون هو مسؤول عنها بشكل مباشر ضمن فترة زمنية محدودة. هذه رسالتي بكل محبة لكل رؤساء الكتل، سواء كانت صدرية أو بدرية أو مجلسية أو دعوتية وما غيرها، وكذلك الأخوة في الجانب الآخر، التحالف القوى أو غيره. رؤساء الكتل خلي يروحون للبرلمان، ما راح تحل مصيبة أكبر مما حلت على العراق الآن. ليذهبوا إلى البرلمان ويعطوا لهذا الرجل الثقة، ما طول هم مشاركين بحكومته معناته أعطوه الثقة. ليش ما يعطوه الثقة إلا يكون عندهم كم وزير؟ ليش؟ خلي يروحون للبرلمان ويطلقوا يد الدكتور حيدر العبادي في تشكيل حكومة هو يتحمل مسؤوليتها ضمن سقف زمني معين، وسنرى. والبرلمان هو صاحب القول الفصل في النهاية إذا نجح أم لم ينجح لا سمح الله. نعم، أيضا جزئية نود الحديث عنها سيد عزت، سيما أنك سياسي مخضرم في العراق وفي بغداد وتحديدا منذ 2003. هناك لغط وتشابك يجري في قيادات الحشد الشعبي لا يفهم يعني معناه، هل هناك فعلا أي تحرك أو جهد لإزالة ربما قيادات من الحشد، المجيء بأشخاص، إزالات أشخاص؟ ما حقيقة ما يجري؟
يجب أن نعترف أن اليوم أن الحشد قوة حقيقية موجودة على الأرض، والأطراف المؤثرة فيها كثيرة. المرجعية طرف مهم في موضوع بداية الحشد وتأسيسه، أطراف سياسية عراقية كالأخ هادي العاملي طرف مهم ومؤثر، أطراف مقاومة كالشيخ قيس الخزعلي، أطراف قيادية أساسية كالأخ أبو مهدي المهندس، رئيس الحشد الأخ فالح الفياض، الدكتور حيدر العبادي الذي يمسك بالنص ويمسك بالمال الذي يمكن أن يقدمه للحشد. إيران طرف إقليمي مهم يؤثر في الحشد. هذه الأطراف كلها لا يوجد ما يدل على وجود استراتيجية مشتركة بينها لتأسيس الحشد وإدارته ومستقبله ورسالته. يعني ما أراه عند زيد لا أراه عند عمرو أو بكر من رؤية في طريقة إدارة الحشد. الحشد يفتقر إلى قيادة سياسية. هذه الأسماء التي قلت والأطراف التي ذكرت لا تجتمع كقيادة سياسية من أجل إدارة الحشد وإدارة سياسة الحشد وواقع الآن حاضرة ومستقبلة، والرسالة التي يحمل هي تختلف من قوى تخص الأخ السيد مقتدى الصدر عن الشيخ الأخ الخزعلي إلى كتائب حزب الله. كل يحمل في ذهنه وفي طريقة تعامله مع ما يجري مسألة تختلف عن الآخر. هذا أكيد لا يبشر بخير، هذه علامة لا تبشر بالخير. ولكن نستطيع أيضا حينما نتجاوز هذه التفاصيل أن هناك خلاف حقيقي بين مجمل قيادات الحشد الشعبي ورئيس الوزراء العراقي. رئيس الوزراء يشتغل بالسياسة، رئيس الوزراء يريد يسوي توازنات له علاقة بالأمريكان، بالبريطانيين، بالأوروبيين، إلى علاقة بالمحيط العربي، بالإقليمي، وهؤلاء كلهم لهم وجهة نظر في واقع الحشد ومستقبله. لكن قيادات الحشد الميدانية لا تراعي هذه التوازنات وتنظر بزاوية واحدة وليس بزوايا متعددة. هل يوجد عندنا أو لدينا طريقة أو إطار نستطيع أن نجمع ضمن واقعية الناس المقاومين واللي على الأرض ووظيفة السيد رئيس الوزراء التي تقتضي خلق حالة من التوازن تنعكس على طريقة التعامل مع الحشد الشعبي؟ نعم، هناك الآن إشاعات بأن السيد العبادي أقال الأخ أبو مهدي المهندس من منصبه كنائب لرئيس الحشد. حسب متابعتنا أن هذا الأمر لم يحصل، غير موجود. هناك أجواء لذلك، ولكن عمليا أو واقعيا هذه الإقالة لم تحصل، وإذا حصلت فهي مطلب أمريكي صرف مش واقعي. نعم سيد عزت، السيد عزت شبندر السياسي العراقي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة في حصاد الليلة. ذاك هو عايش بالحفر وبالتراب وبالخنادق، ولكن يبقى أبو مهدي المهندس رأس مطلوب للأمريكان. ولذلك يعني أناشد الأخ العبادي إذا كان توقعي صحيحا أن يحذر من ذلك، لأنها خطوة لا تبشر بالخير. أبو مهدي المهندس رجل عراقي مقاوم، لا نستطيع أن نزكيه 100% في سلوكه، في طريقة الإدارة، في العلاقات، ولكن بالمجمل رجل مقاوم منذ أن عرفناه في تاريخه البعيد ولحد الآن.
أتمنى أن مصلحة العراق ومستقبل العراق ووحدته هي التي تنعكس على إدارة الأخ رئيس الوزراء وتعامل الأخ رئيس الوزراء مع الحشد الشعبي، وليس إرادة لا بريطانية ولا أمريكية ولا إقليمية ولا إيرانية أيضا. الإيرانيون، ويجب أن نمر على ذلك دون أن ننساه، إذا أرادوا أن يكون لهم دور في بناء قوة مناهضة للإرهاب مشكورين، لكن لازم يعرفون حدودهم أيضا. حدودهم هي أن لا تمس السيادة الوطنية، حدودهم لازم ما تنعكس علينا سلبا. هناك علاقة تاريخية ينقصها الثقة بين إيران وتدخل إيران وسنة العراق، إيران تتحمل مسؤولية بناء هذه الثقة. يعني السنة العراقيون أيضا يتحملون، ولكن إيران يجب أن تبدأ، يجب أن تزرع الثقة بينها وبين العراقيين جميعا بسنتهم قبل شيعتهم. نعم. وإذا كان الدعم الإيراني والمساعدة الإيرانية تخص الشيعة وحدهم، خسر الشيعة وخسرت إيران أيضا وخسر العراق. السيد عزت شبندر، السياسي العراقي وأحد القيادات الوطنية الفاعلة منذ عام 2003، شكرا لك. الحصاد مستمر، وأيضا من مواضيعه: القوات العراقية تستعيد السيطرة على المجمع الحكومي وسط الرمادي، آخر معقل لتنظيم داعش بعد انسحابها منه قبل أشهر. بعد تحرير الرمادي من داعش، ما هي الوجهة المقبلة ومن القادم، الفلوجة أم أعالي الأنبار؟ وفي الحصاد، بعد مقابلة عزة الشبندر والرسائل غير المعلنة بينه وبين رؤساء السلطات في العراق حول الحشد والفساد، ظافر العاني الآن في مقابلة بالحصاد إدارات المحافظات السنية بعد تحرير الرمادي. وينضم معنا الآن السيد ظافر العاني، عضو لجنة التنسيق العليا وأحد القيادات السنية الفاعلة في المشهد السياسي العراقي بعد عام 2003. ونبدأ طبعا معك سيد ظافر بعد الترحيب بك بالمستجدات الأمنية تحديدا من الأنبار، أبرز الملاحظات حول هذا الملف الأمني المستجد الجديد على الساحة الأمنية في العراق، تفضل. إذا كان الكلام موجه لي ممكن يعدت السؤال لأني لم أسمع. نتحدث طبعا عن ملف تحرير الأنبار بالذات، يعني أبرز الملاحظات حول عملية التحرير التي بدأت في عموم الرمادي وفي الأنبار تحديدا، وهل أنتم مطمئنون لسير المعركة؟ يعني ابتداء ربما قد يكون أعلم أبرز المعالم في قضية معركة الأنبار، وبالذات في الآن نحن نتحدث عن تحرير الرمادي، أبرز المعالم في أنه الجيش العراقي بدأ يستعيد ثقته بنفسه، سلسلة من الانكسارات والخسائر العسكرية التي جرت خلال السنتين السابقة والسنوات السابقة حتى قبلها جعلت الجيش العراقي يعني معنوياته إلى مستويات متدنية للأسف، وهي التي جعلت من الإرهابيين بالمقابل أن يستقوا أو أن تنتعش معنوياتهم. معركة الرمادي بشائرها الآن وطلائعها أعادت للجيش ثقته بنفسه، وأعادت بالمقابل أيضا احترام العراقيين إلى مؤسستهم العسكرية الباسلة، وفضلا عن ذلك أنه يعني أن الجيش العراقي بدأ يستعيد هويته الوطنية التي خسرها لحساب الهويات الفئوية والسياسية والحزبية. احنا نتذكر انه السنوات السابقة كيف تم تسييس المؤسسة العسكرية العراقية، كيف
تم استثمار أو استغلال المؤسسات الأمنية والعسكرية للتنكيل بالشركاء أو بالحلفاء السياسيين، وكيف وظفت هذه المؤسسات. الآن في معركة تحرير الرمادي نلاحظ بأنه يعني دروس مهمة. أولهما كما قلت أن الجيش استعاد ثقته بنفسه، استعاد مشروعه الوطني والمهني والاحترافي أو بدأ يضعه على الطريق الصحيح، واستعاد احترام الناس له. وطبعا في تجربة الرمادي ربما تجربة يعني تختلف عن غيرها من معارك تحرير المدن، وهو أن الظهير هم السكان المحليين للجيش العراقي، وهؤلاء سيكون دورهم لا شك أكثر فعالية باعتبار يعني أنهم يعرفون الأرض تماما، يعرفون السكان الموجودين، يستطيعون أن يميزوا الإرهابي من المدني أو الإرهابي المتسلل ما بين المدنيين، أن لا تكون الاعتقالات أو الانتقام بشكل عشوائي من المواطنين. وأيضا أن القضية الفئوية، هذا طبعا هذا الذي سمح بأن القضية الفئوية تكون يعني غير موجودة، يعني أو المشكلة الفئوية غير موجودة في قضية الرمادي، وهو ما نتمنى أن تبقى في الأنبار كذلك. يعني هذا الموضوع، هذا النموذج يتم تكراره أيضا في نينوى وفي باقي المدن الأخرى المغتصبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي. أنا أعتقد أنه هذه أبرز المعالم وأوضحها في قضية معارك الأنبار الآن. نعم نعم. طيب سيد ظافر، يعني كان لنا قبل قليل، لا أعلم إذا كنت تسمع معنا، حوار مطول وعميق مع السيد عزت الشابندر، تحدثنا فيه عن المنظومة السياسية والشيعية تحديدا في العراق. لا أعلم إذا كان باستطاعتك أن تحدثنا أنت أيضا عن الوضع السني السياسي في العراق. السيد عزت الشابندر رفض أن نسميه ممثل شيعي وقال أنا عراقي وطني، هل ينطبق الأمر أيضا عليك؟ إذا ممكن يعني تعيدين علي سؤال سأستطيع أن أجيب حتى. نعم. كنا نتحدث مع لأنني جزء من هذا المكون وجزء من تحالف قوى يمثل هذه المحافظات. أستعد أن أتحدث عن همومه، عن مصالحه، عن متاعبه. أستطيع أن أتحدث بشكل واضح وأن أعبر عن وجهة نظر هذا المكون الذي يتعرض ومنذ سنوات إلى سياسة منظمة للتهميش والإقصاء والإذلال. طبعا ليس من إخوانهم الشيعة، إخوانهم الشيعة شركاء في الوطن أو إخوانهم الكرد أو سواء، ولكن من قبل السلطة. إحنا مشكلة السنة في العراق ليست مشكلة مع الشيعة. الشيعة أخوتنا، أبناء وطننا، أبناء عشائرنا، عشنا وسنعيش معهم عمرنا، يعني كله ما بقي العراق. ولكن المشكلة السنة هي مع سلطة ذات طابع طائفي أحادية، ومع قوى سياسية تتبنى منهج الفوضى. مصلحة العرب السنة أنا أظن أنه استراتيجيتهم الرئيسية هو كيف يستطيعون أن يساعدوا مع أخوانهم الآخرين في إنشاء دولة مواطنة. هذا الأمر لا ينطبق على السنة فقط، كل يعني منهج يعني في العلوم السياسية، منهج الأقليات في العلوم السياسية أو الفئات التي تتعرض للإضرار أو للإضطهاد، استراتيجيتها تقوم على كيفية إنشاء دولة مواطنة أو دولة مؤسسات. من هنا نقف باستمرار ضد أي محاولة لإضعاف الدولة العراقية أو لخلق مؤسسات بديلة عن مؤسسات الدولة العراقية، وبالذات في المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية. ولا نريد أن يكون العراق دولة دينية، لا شك أنه يعني هذا بالنسبة لنا خط أحمر. دولة دينية بمعنى آخر ستكون دولة طائفية،
مثل يعني بعض الأحزاب التي تستغل الدولة العراقية لترفع شعاراتها الطائفية لكي تستفز يعني فتشعر القوى والمكونات الأخرى بالاستفزاز من هذا السلوك السياسي. طبعا وهذا ليست توجيهات من سواء كان من المرجعية أو من رجال الدين العقلاء، كل هؤلاء يقولون ينبغي إبعاد الدولة ومؤسساتها عن الفئوية، ولكن هذه الأحزاب والقوى السياسية تعتقد بأن رأس مالها هو في كيف تمتص رحيق الدولة وكيف تستغل هذه الدولة ومؤسساتها من أجل أن تبسط عليها سيطرتها. قلت لحضرتك وللجمهور الكريم أن مصلحة السنة أولا في أن تكون هنالك دولة مؤسسات ودولة مواطنة تحترم الجميع على قدم المساواة، وأن لا يكون العراق دولة دينية لأي فئة ولأي طرف، لا للسنة ولا للشيعة ولا للمسيحي ولا للأيزيدي، وإنما أن تكون دولة مدنية. طبعا في مقدمة المهام اللي على أو ما يعتقد أنه السنة أولوياتهم خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة، هو أولا يعني كيفية البقاء على قيد الحياة، هو حفظ النوع أو حفظ الوجود. يعني أقول ذلك وأنا متألم، أنه السنة تعرضوا خلال السنوات الفائتة إلى شبه يعني تعرضون إلى شبه انقراض، إلى منهج طائفي لئيم تقوده قوى سياسية أدت إلى تهجير الملايين من السنة ونزوحهم أو قتلهم، تغييبهم في السجون والمعتقلات، هجرتهم الإجبارية خوفا يعني على أمنهم وحياتهم، تجويعهم ومنهج الإذلال كما تعرضت له يعني مكونات الشعب الأخرى. وأنا أقول مجددا أن مشكلتهم ليست مع أخوانهم شركائهم في الوطن، وإنما مشكلة مع منهج سلطوي ذو طبيعة فئوية. احنا نتمنى أنه خلال هذه الفترة الماضية أنه جرى عليه تعديل، لا أحد ينكر ذلك، ونحن نساعد على أن هذا المنهج يستمر ويقوى، وأن تكون الدولة قوية ودولة لكل أبناء العراق ولكل المواطنين بدون استقواء، بدون سياسة فرض الأمر الواقع، وبدون استخدام للسلاح أو لمؤسسات الدولة في إلحاق الأضرار بالشركاء الآخرين. طيب سيد جعفر، جئت قبل قليل على ذكر الفئوية بأكثر من مناسبة، وهذه المسألة تحديدا أثيرت حولها الكثير من الانتقادات فيما يتعلق بتحرير الأنبار وموضوع الحشد. هل ترى بأن هذه التصريحات مقبولة في هذا الوقت الحساس بالذات؟ وعلى أي أساس بنيت هكذا طرح؟ وما هو ردك حول آخر ما جاء من انتقاد على لسان السيد قاسم العرجي عندما قال بأن الوقت التالي سيكون لمحاربة داعش السياسة في العراق بعد تحرير المحافظات من تنظيم داعش الإرهابي؟ طبعا يعني الذين يريدون أن يفسروا كلامي بطريقة معينة هؤلاء في قلوبهم مرض. وللعلم طبعا بعض الشخصيات السياسية البرلمانية من النواب وزميلات النائبات حتى الذين صرحوا اتصلوا بي بشكل شخصي وهم يقدمون اعتذارهم ويقولون يعني لا نستطيع أن نقف، يعني نريد أن نمشي نماشي الشارع، أو أنه نريد أن نستوعب الشارع ونؤثر في الشارع، فلذلك نحن نصرح ضدك أو ضد الشخصيات السياسية عندما تقول رأي معين. وأنا وعدتهم بعدم ذكر أسمائهم عموما. يعني قبل قليل أخي السيد عزة الشابندر قال أنه الحشد الشعبي، أنه إيران تعتبر طرف فاعل في الحشد الشعبي واقعا ومستقبلا. لن يتهمه احد بانه صفوي عندما قال مثل هذا الكلام، ولن يقول له احد انك يعني تتهم الحشد الشعبي بانه يعني لديه اجنده خارجيه وانه مرتبط بدوله اخرى.
ولكن لو أقولها أنا، ما الذي ستفسر؟ كيف ستفسر؟ من أولئك الذين في قلوبهم مرض. طبعا أنا بنيت رؤيتي على أساس التجارب السابقة، أنه في كل المعارك التحرير التي جرت ضد تنظيم داعش الإرهابي وشارك فيها الحشد الشعبي عدد من فصائله، أنه حدثت فيها مشاكل ذات طبيعة طائفية نتمنى ألا تتكرر، وأن لا ندخل مجتمعنا من جديد في قضية يعني نحن في غنى عنها كعراقيين. يعني هل هذا الكلام يعني فيه روح طائفية؟ طيب ما إخواننا في الجيش العراقي الآن اللي موجودين في الأنبار ويقومون بعملية تحرير الرمادي، أغلبيتهم الساحقة من أين؟ القضية لا تتعلق بوجود هذه الطائفة أو تلك، إنما تتعلق بقضية المنهج اللي تتبناه مؤسسات دولة رسمية دستورية، ومنهج تتبناه مؤسسات غير دستورية وغير مهنية. ومن هنا يعني يمكن أن تحدث، يعني نريد أن نجنب مجتمعنا وشعبنا مثل هذه المشكلات. طيب الآن في الأنبار أنا أعتقد أنه لن تكون لدينا مشكلة تتعلق بعودة النازحين إلى الأنبار، ولكن في كل المدن التي تم تحريرها الآن لدينا مشكلة حقيقية، وبعض المدن تحررت منذ أكثر من عام أو عام ونصف، لدينا مشكلة في إعادة النازحين إلى دورهم وإلى مدنهم، لأن بعض فصائل الحشد الشعبي تمنع ذلك. البارحة كان هنالك تصريح للأخ أبو مهدي المهندس، وهو نائب حتى الآن نائب رئيس لهيئة الحشد، وهو سياسي، ماذا يقول؟ يقول بأنه يعني ما معناه أنه فتحنا باب يعني العودة العوائل الانتقائية أو المحدودة إلى دورهم. طيب دي يعني هذا مو يقوله قائد عسكري أو قائد في حشد أو مسلح، هذا تقول الدولة هي التي تحدد يعني عودة النازحين إلى دورهم. أما إذا كانت عودة النازحين تحدد في ضوء يعني حاملي الأسلحة أو البنادق، يعني هنالك مشكلة حقيقية ستكون، وهي مشكلة قائمة الآن. طيب أنت يعني واحد يتحدث عن يقول أنه يعني عن سياسة المالكي سابقا، يقول ليش تتحدث عن المالكي أنت وكأنك تتهم الشيعة؟ طيب تقول يا أكو مندسين بالحشد الشعبي يقومون بأعمال لا تقل بشاعة عن ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي، ولكن أنت تتهم الشيعة بأنهم يعني إرهابيين ومجرم. أنا أتحدث عن ظواهر ذات طبيعة سياسية، وإلا لماذا الدستور العراقي والدولة العراقية لماذا تمنع تدخل السياسيين في الشؤون الأمنية والعسكرية، بل وتفرض حتى على يعني الذين يتقدمون إلى الانتخابات أنه يقدم استقالته ابتداء من المؤسسة العسكرية؟ أما أنت كسياسي تريد مرة الثانية تتسلق على المؤسسة الأمنية والعسكرية وتنفذ أجنداتك السياسية بقوة السلاح وتحت ضغط السلاح؟ سأقول لك أخي، هذا منهج يعادي الدولة التي نريد أن نبنيها، يعادي منهج إعادة احترام الدولة، وأن تقوم الدولة على يعني على قواعد مؤسساتية ورسمية ودستورية. إذا تحدثنا عن إيران وقلنا أنه إيران سياستها في العراق كذا، يقول لك أنت تتهمنا بأننا صفويين. هؤلاء طبعا الذين في قلوبهم مرض. أما أنا أقول مجددا أنه مشكلة السنة ليست مع إخوانهم الشيعة، مشكلة السنة مع سلطة ومع قوى سياسية تريد أن تستثمر نعم القضية الطائفية لإدامة وجودها والاستحواذ على الدولة. طيب سيد، وهذا منهج لا يمكن أن نقبله، وأنا أقول هذا سيكون خط أحمر بيننا وبين إخواننا الآخرين. نعم، وجهت سؤالي السيد عزت شبندر، مفاده هل هناك دولة في العراق نعم أم لا؟ أريد منك جواب بنعم أو لا. الآن الدولة يعني خلال السنوات السابقة لا توجد دولة، هنالك سلطة وسلطة غير عادلة أيضا.
في الفترة الأخيرة ربما مع مجيء الأخ العبادي مع الاسترخاء في العلاقة ما بين القوى السياسية، هنالك نمو جنيني لمؤسسات الدولة العراقية. نتمنى أن يسمح له الجميع بأن ينضج وأن يكبر، وهذا وليدنا جميعا، وليد جميع العراقيين. من دون أن تكون هنالك دولة ذات طبيعة مؤسساتية، دولة مواطنة، سيخسر السني، بالتأكيد ستكون خسارته كبيرة، والكردي، وقبل ذلك ستكون خسارة إخواني الشيعة أيضا المواطنين يتحدث عنهم. منهج الجميع ينبغي أن يكون رعاية هذه الدولة التي هي الآن كما أراها، كما أعتقد، وأنا سأتحدث هنا أيضا كأكاديمي، أنا أقول أن السنوات السابقة لم تكن هنالك دولة، كانت هنالك ربما حكومة، سلطة، وسلطة ظالمة وغاشمة، ولكن الآن هنالك يعني بذرة لنشوء جنيني للدولة العراقية التي نتمنى أن تخرج من ركام الإرهاب ومن ركام الحرب ومن ركام الضحايا ودماء الشهداء، فلنفسح المجال ولنمنح هذه النبتة الوليدة للعراق، للدولة العراقية، فلا نحجب الشمس عنها، دعونا لا نحجب الشمس عنها أو المياه لتنمو هذه يعني بذرة الدولة في أجواء صحية. من دون هذا الاستغلال الطائفي أو الفئوي لمؤسسات الدولة أو للسلطة السياسية، معظم الذين يريدون إنهاء الدولة هم لأنهم يعني لا ينتعشون أو لا ينتعش الفساد إلا في ظل غياب الدولة ومؤسسات رصينة ومحترمة، في ظل غياب قضاء محترم وعادل، في ظل غياب مؤسسة أمنية وعسكرية مهنية، في ظل غياب مؤسسات رسمية وحكومية دستورية ومحترمة. طب نبقى بإطار هذا المنهج، منهج الفوضى ينتعش فيه الفاسدون، الإرهابيون، القتلة، المجرمون. أما منهج الدولة، بناء الدولة، مؤسسات الدولة، فهو المنهج الذي يهم شرائح العراقيين جميعا، هذه الأغلبية الصامتة التي يحاول البعض أن يستغلها. نعم سيد ظافر، اسمح لنا أن نبقى في إطار الحكومة أو السلطة إن شئت التعبير عن ذلك. يعني الكثير يأخذ عنكم بأنكم كثروا الشكوى وأنتم يعني مشاركون بهذه الحكومة منذ عام 2013. هناك سؤال يطرح بطريقة أو بأخرى، من تمثلون أنتم حاليا؟ وهناك الملايين من المهجرين، وهناك يعني نزح من نزح وهجر من هجر، من تمثلون حاليا؟ ولم تشاركوا بهذه الحكومة منذ عام 2003 حتى الآن، ولماذا كثرت الشكوى؟ أخي، حتى هنالك حكومات تسمى حكومات منفى، حكومات المنفى هذه التي يعني أيضا لا تسيطر على شعب، يعني ليس تحت سلطتها أو سيطرتها شعب، ولا توجد هنالك إقليم أو أرض تسيطر عليها، ولكنها حكومة منفى. وكثير من دول العالم والتجارب تعاملت الأمم المتحدة والدول يتعاملون مع حكومات المنفى إذا كانت عادلة ومقبولة وتقدم مشروع مقبول. مو بالضرورة أنه يعني لكي تكون مقبول دولياً أنه ينبغي أن يكون لديك يعني شعب، ولا هنالك شعوب تعيش تحت القمع. ظلت الصين الشعبية سنوات طويلة رغم أن هنالك تسيطر على مساحة أكبر من مساحة الولايات المتحدة وعلى أكثر من مليار إنسان غير معترف فيها في الأمم المتحدة، وتأخذ مقعدها الصين الوطنية الدويلة الصغيرة، إلى أن غيرت الصين الشعبية منهجها وأصبحت مقبولة من المجتمع الدولي. نشكو نعم، وسنظل نشكو ما دام هنالك مظلوم، ما دام هنالك عراقي مظلوم سنظل نشكو، وسنشكو للمجتمع الدولي، لأصدقائنا، يعني عدل الشكوى لله سبحانه وتعالى. مجتمعنا نازح، أنا قلت أن مجتمعنا يتعرض إلى الانقراض، ومجتمعنا تعرض إلى الإذلال خلال السنوات السابقة، وضحى وما يزال يضحي قارع المحتل الأمريكي، ودافع عن حريته وعن حرية وطنه، وأيضا
قاوم قوى سياسية ظالمة وغاشمة أرادت تركيعه، ولكن ها هو يعني بإذن الله أنه سيستعيد مجتمعنا. المجتمع العراقي ككل، لا تحدث فقط عن يعني عن المحافظات الغربية أو السنية، ولكن كعراقيين بشكل عام. وإلا قل لي يعني صحيح أنه المواطن يعني في محافظة الأنبار ونينوى وغيرها وديالة مهجر ونازح ويعاني من مشكلة إنسانية ولديه معتقلون، ولكن طيب ماذا عن المحافظات التي يعني فيها أمن ولا يوجد فيها داعش؟ ها؟ اذهب وسأل أي واحد من هؤلاء المواطنين من أبنائنا وأخواننا في الوسط والجنوب، سأل رأيه في الحكومة، وهل هذه الحكومة يعني هذه القوى السياسية تمثله؟ كل يوم يطلع تظاهرات عليها، ها؟ ويقول فيها أقذع الكلام منذ سنوات، ويتم اعتقالهم وقتل البعض منهم وتعذيبهم وسجنهم لأنهم يطالبون بحقوقهم. ما دام الظلم باقيا ستبقى الشكوى وستبقى أصوات الناس عالية. وأنا قلت إذا كانت الدولة العراقية لديها 200 أو 300 سفير يحاول أن يحسن صورة النظام السياسي أو تجميله، أتحدث الفترة السابقة، فهنالك ملايين من العراقيين سفراء خارج العراق وهم يتحدثون بمأساتهم وتجاربهم الشخصية حول ما تعرضوا له من انتهاكات خطيرة وكبيرة على كرامتهم وعلى مصدر عيشهم وعلى رزقهم وعلى حياتهم وحياة أبنائهم. هؤلاء كلهم سفراء خارج دول العالم يحرضون المجتمع الدولي على سلطة ظالمة وغاشمة. سيهدأ العراق، سيرتاح العراق عندما تسود فيه العدالة. حتى الآن أنا أقول إنه الدولة الجنينية نريد لها أن تكبر، لأن هنالك قوى سياسية مجموعات منفلتة من خارج إطار الدولة وهي تحاول أن تغيب هذه، أن تغيب الدولة العراقية. لو غابت الدولة العراقية لا سامح الله سنغيب جميعا عن العراق. شكرا جزيلا لك السيد ظافر العاني، عضو لجنة التنسيق العليا، على المشاركة والمعلومات. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. الآن مشاهدينا نتوجه مباشرة إلى أربيل لنستمع إلى وجهة النظر الكردية حول التطورات الأخيرة الحاصلة في العراق. ينضم إلينا السيد أردنان نور الدين، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. شكرا لحضورك معنا. سأبدأ معك من التصريحات الأخيرة والتطورات الأمنية الحاصلة. البعض يقول إن الجهد الدولي يفوق جهد البشمركة في العمليات الأخيرة، ما هو تعليقك؟ نعم، فيما يتعلق بالجهود الدولية، طبعا الجهود الدولية لديها دور فاعل في عمليات التحرير التي تجرى سواء كانت من جانب قوات البيشمركة أو من جانب القوات الأخرى، لكن لحد الآن الجهود الدولية لم تصل إلى المرحلة بحيث تستطيع هذه القوات تحرير كافة محافظات العراق. هذه الجهود الدولية لا زالت قليلة ولا زالت بسيطة وتدور حول تسليم بعض الأسلحة الخفيفة وعدد من الصواريخ الخفيفة والقليلة بحيث لا تكفي بالغرض. هناك مثلا إقليم كردستان قوات البيشمركة تحارب داعش على طول 1150 كيلومتر. هذا الحدود الطويلة تحتاج إلى أسلحة متطورة، ونحن جميعنا نعلم بأن لدى داعش أسلحة متطورة، لذا ف
فإن قوات البيشمركة في الوقت الحاضر ليس لديهم سوى أعداد قليلة من الأسلحة التي تستعمل في رد أو في صد هجمات داعش، ولا سيما فيما يتعلق ب بعض الدبابات أو بعض الأسلحة التي يمتلكها داعش والتي لا يمكن تفجيرها إلا بأسلحة متطورة مثل مولوتوف وغير ذلك من الأسلحة سواء كانت ألمانية أو أمريكية. لدى قوات البيشمركة جزء من هذه الأسلحة، لكن لحد الآن لا تكفي هذه أو المساعدات الدولية لم تصل إلى حد استيعاب قوات البيشمركة أو إشباع هذه القوات بالأسلحة الكافية لمحاربة داعش. لذا فإن التطورات تكون خفيفة والتقدم تقدم قوات البيشمركة يكون بحذر شديد، إلا في حالات وضع خطة بمساعدة القوات الدولية مثل ما حصلت في سنجار وتحرير هذا القضاء من يد داعش، كانت بناء على مساعدة قوات التحالف في وضع الخطة وفي رسمها وفي تنفيذ هذه الخطة. نحن نتمنى أن من القوات الدولية ولا سيما أن هناك قوات البيشمركة التي تدافع ليس عن العراق فقط، وإنما تدافع عن جميع الدول المجاورة وكذلك حتى عن الدول الأوروبية، حيث أنه إذا لم تكن الصد بهذه القوة فإن قوات داعش يمكنها اختراق هذه المناطق وحتى اللجوء إلى الدول الأوروبية مثل ما حصلت في تفجيرات فرنسا وباقي الدول الأوروبية. نحن نتمنى من المجتمع الدولي أن يوفر جميع الأسلحة وأن لا يكون الحكومة أن لا تكون الحكومة الاتحادية عائقا أمام تسليم قوات البيشمركة لهذه الأسلحة سواء كانت بصورة مباشرة أو حتى وإن كانت بصورة غير مباشرة، لكن أن تصل هذه الأسلحة بأسرع وقت ممكن إلى قوات البيشمركة حتى نستمر في صد سيستمر بطريقة أو بأخرى من خلال توجهكم إلى الطلب الدولي. ثلاثة أيام أو أربعة أيام كان هناك هجوم قوي لقوات داعش. طب وكأنكم تؤمنون بأن هذا العائق من قبل الحكومة في بغداد سيستمر من خلال هذه الرسالة إلى الجهات الدولية أكثر منه إلى الداخل العراقي؟ وهذا يأخذنا إلى سؤال آخر عن مستقبل العمليات التحريرية بالنسبة للبشمركة. نعم، فيما يتعلق بالعمليات التحريرية، العمليات التحريرية مستمرة لكن وفق خطة مدروسة ومرسومة. هناك خطة لتحرير محافظة الموصل وخطة لباقي الأماكن الأخرى حسب معلوماتنا، لكن هذه الخطط تحتاج إلى أسلحة وتحتاج إلى مساندة من القوات الدولية سواء كانت عن طريق القوات الجوية أو عن طريق إمداد قوات البيشمركة بالأسلحة الكافية. لكن عندما نسمع بأن هذه الأسلحة يجب أن تصل إلى قوات البيشمركة من خلال موافقة الحكومة الاتحادية وفحص هذه الأسلحة من قبل الحكومة الاتحادية، هذا الأمر يعيق بعض العمليات التحريرية ويكون سببا في تأخير تنفيذ بعض هذه الخطط، وهذا مما يضر بالعملية التحريرية. نحن نتمنى من الحكومة الاتحادية أن يكون التنسيق بين قوات البيشمركة وبين القوات الأخرى الموجودة في باقي المحافظات الأخرى سواء كان من الحشد الشعبي أو الجيش العراقي أن يكون التنسيق بدرجة أكبر، بحيث حتى في رسم العمليات التحريرية أو رسم الخطط لتحرير بعض المناطق الأخرى من يد داعش يجب أن تكون التنسيق أكبر وأفضل مما هو عليه الحال، وكذلك أن لا تكون الحكومة الاتحادية عديمة الثقة بقوات البيشمركة بأن تفتش جميع الأسلحة التي تصل إلى العراق. الأسلحة التي تصل إلى العراق سوف يبقى لمصلحة العراق سواء كانت هذه الأسلحة بيد قوات البيشمركة أو الجيش العراقي أو في قوات الحشد الشعبي. كيف تقيمون دور البيشمركة بشكل عام، وإلى أين برأيك ستتجه المعطيات والوقائع على الأرض؟
نعم، فيما يتعلق بدور البيشمركة، طبعا دور البيشمركة دور فعال وحقق نجاحات لم يكن نتصورها حتى نحن في إقليم كردستان. هذه المسافة الكبيرة التي الآن بيد قوات البيشمركة، وتقريبا تم تحرير أكبر هذه المناطق، وتم تحرير مؤخرا محافظة سنجار، وهناك إن شاء الله في القريب العاجل تحرير لمناطق أخرى، وعمليات إنزال وعمليات يعني مفاجئة لقوات داعش في كافة المناطق التي المحايدة لقوات البيشمركة. هذه الأمور أو النجاحات متوقعة من قوات البيشمركة، وقد حققت هذه النجاحات وحققت يعني أو حصلت على حتى مساندة ومساندة القوات الدولية لهذه القوات. طبعا هذه النجاحات التي تحققت بيد قوات البيشمركة ربما لم نلحظ له مثيل من جانب القوات الأخرى العراقية في الوقت الحاضر أو هناك، لكن بدرجة أقل. لذا فإن قوات البيشمركة منذ البداية حصلت على مساندة من القوات الدولية، والآن التنسيق بين قوات البيشمركة وبين القوات الدولية في أعلى مستوياتها. لكن مع ذلك أكرر بأن الأسلحة ليست كافية التي تصل إلى قوات البيشمركة. يجب على المجتمع الدولي وكذلك على الحكومة الاتحادية إمداد هذه القوات بالأسلحة الكافية. هذا من جهة. من جهة ثانية يجب أن لا ننسى بأن هذه القوات تحارب داعش وهي لا تملك لا تملك أو لم تستلم رواتبها منذ شهور، والكثير منهم يعانون من عدم وجود الأموال بيدهم. السيد أردلان نور الدين عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. إلى شأن آخر، إذا حذر رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي من وقوع كارثة إنسانية جديدة بنازحي الأنبار إذا لم يتم تأمين ممرات وأماكن آمنة لهم بالتزامن مع العمليات العسكرية بالرمادي. الدهلكي دعا الحكومة والجيش والأجهزة إلى تأمين الممرات والأماكن الآمنة لإخراج آلاف العوائل قبل الدخول إلى أي منطقة تحت سيطرة داعش، وطالب الحكومة بتخصيص منحة طوارئ عاجلة لجميع النازحين بما فيهم العوائل التي تنزح حاليا بسبب العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق. نعم، هذا وبرر الرئيس اللجنة الأمنية في مجلس كربلاء عقيل المسعودي فرض وجود تزكية أمنية أو تصريح خاص لكل من يدخل من النخيب إلى كربلاء، برره بمحاولة الجهات الأمنية خلق بيئة أمنية هادئة في المحافظة حسب تعبيره. المسعودي قال للشرقية نيوز إن السماح لملايين الزوار بدخول كربلاء هو أمر، ودخول العائلات من النخيب أمر ثاني، وإن الجميع سيدخل لكن بتصريح أمني. الذين اليوم يسكنون في قضاء النخيب والذي يدخلون على شكل فرادة، هؤلاء لا يسمح لهم بالدخول إلا بإذن. بالتالي إن كان هنالك رسالة من قيادة العمليات أو من أي مسؤول بتضمين أو يعني بتزكية هؤلاء الأشخاص، عادي يدخلون إلى المحافظة ليأدون، بس دخول يوميا هذا لا يسمح له، لأن هنالك أنت تعلم قطع تام في هذه المنطقة. لكن هناك سؤالات من أهالي المنطقة، يعني لماذا تطبق هذه القوانين على هذه ساكنين هذه المنطقة على الرغم أنهم من نفوسهم نحن، وهناك قد يكون دخول من بعض المنافذ يعني إلى محافظة كربلاء لا يسمح بدون يعني لأسباب أمنية ولتدقيق أمني والحفاظ على بيئة أو أمنية أكثر هدوءا إلى جو أمني هادئ ومناسب يليق بمستوى المدينة، يليق بمستوى هذه المحافظة. هنالك إجراءات عديدة أمنية تتخذ في هذه النقطة، نقطة معمل سمنت في هذا المنفذ.
كشف رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم أن قضية عودة نازحي يثرب ستحل في القريب العاجل، وأن السلطات المحلية تنسق مع الوقف لإتمام الإجراءات القانونية وكذلك الأمنية. الهميم قال خلال مؤتمر صحفي إن جميع المساجد ودور العبادة التي تعرضت للدمار خلال العمليات العسكرية ستكون مشمولة بخطط الترميم للعام المقبل. الحقيقه بخصوص المساجد اللي لدينا خطه ل 2016 باعاده تاهيل وترميم هذه المساجد وجامع الرزاق في المقدمه منها، كذلك اعاده اعمار ما تم تدميره بسبب الحرب، هذا على مستوى المساجد. على مستوى النازحين سنقدم كل شيء، سنبسط عيوننا وقلوبنا ودا للنازحين. هل ستحل قضية يثرب؟ قضية يثرب في القريب العاجل ستحل، تم الاتفاق على معظم التفصيلات، وإن شاء الله في خلال الأيام القليلة القادمة ستحل. هذه لا نريد أن نبطي للإعلام مزيد من التفاصيل، لأننا نعتقد أن خارطة الطريق تتطلب عملا دؤوبا، وفي حينها وظرفها سيتم الإعلام بكل هذه التفاصيل. وفي المواقف الدولية، وصف الرئيس التشيك ميروز زيمان الموجة الحالية من اللاجئين الذين يتدفقون على أوروبا بأنها غزو منظم، داعيا الشباب الآتين من سوريا والعراق إلى حمل السلاح ضد تنظيم داعش بدلا من الهجرة. وقال زيمان إن التعاطف ممكن مع اللاجئين المسنين أو المرضى أو الأطفال، لكنه أبدى اعتقاده أن على الشباب أن يعودوا إلى أوطانهم لقتال الجهاديين. وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها زيمان موقفا مثيرا للجدل إزاء أزمة اللاجئين، والتي تعد الأسوأ التي تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. من جانبه، عد رئيس الوزراء التشيكي الذي سبق أن انتقد تصريحات زيمان أن تصريحات الرئيس تستند إلى انحيازاته وتبسيطه المعتاد للأمور. ذكر تقرير لرويترز اليوم أن القوات العراقية المشتركة تستعد لطرد مسلحي داعش من المناطق الأخيرة التي تقع تحت سيطرته في الرمادي بعد أيام من اشتباكات بدعم التحالف الدولي. ونقلت رويترز عن قيادات ميدانية أن استعادة الرمادي بالكامل يؤخرها زرع العبوات وتفخيخ المباني، وأن التقدم ببطء ولكنه حذر. ونشرت رويترز إلى جانب التقرير صورا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني متواجدا في الرمادي نقلا عن وكالة إيرانية، والتي نشرت الصورة من دون الإشارة إلى مكان وزمان وتوقيت التقاطها وما إذا كانت حديثة أو سابقة. بهذا نأتي إلى ختام حصاد الليلة. أنا وشيرين نشكركم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.